اهلا بحضراتكم مره تانية. وبما اننا بنستعد يعني خلاص خلال خلينا نقول ساعات او ايام قليله جدا بتفصلنا عن بدايه منتدى الشباب العالمي في مدينه شرم الشيخ، بنشوف برضو التجارب في الدول التانية عامله ازاي، ومن التجارب ايضا ربما تكون مشابهه وسبقت هذه التجربه ما يسمى بمهرجان الشباب العالمي في روسيا واللي كان بينعقد في مدينه سوتشي. المهرجان ده كمان كان فيه وفد مصري ممثل لينا، والحقيقه الوفد كان مساهم وبقوه، التقى بالرئيس ايضا الروسي فلاديمير بوتين، وكان ايضا ضمن اكثر من 100 شاب وفتاه في المهرجان. كمان ضمن المهرجان خلينا نقول اللي كان بيشارك فيه 20,000 مشترك، وهو مهرجان قديم حتى بدأ من بعد الحرب الثانية، وانعقد هذا العام تحت شعار السلام ونبذ العنف، وكان فيه 20,000 شاب مشارك من 180 دولة. تم اختيار منهم عمر البربري ممثلا عن الوفد المصري لتقديم خطة عن إدارة التنمية وخطط التنمية أيضا المستدامة بمصر في ورشة عمل جمعت العديد أيضا من المشاركين من دول العالم. وكان لدينا أيضا يارا البربري وهي عضو الوفد المصري المشارك البريدي المشاركة في فعاليات المهرجان، ووقع اختيار اللجنة المنظمة للمهرجان الدولي عليها للمشاركة في الاجتماع المغلق اللي عقده الرئيس فلاديمير بوتين مع مجموعة منتقاة من شباب العالم أو شباب المهرجان. نرحب مرة أخرى في هذه الفقرة بعمر البربري ممثل مصر في المهرجان بسوتشي، ويارا البريدي أيضا كانت بتمثلنا في سوتشي. بنرحب بحضراتكم. صباح الخير عليكم، وحاجة أكيد كانت حلوة جدا إن أنتوا تكونوا موجودين نتكلم هنا في مهرجان للشباب العالمي كمان خارج مصر. بس إزاي الاختيار تم؟ لأن ده مهم نعرف، يعني رشحتوا منين؟ كان التركيز على ايه؟ الاشتراطات يعني؟ خليني ابدا معاكي. هو صباح الخير اولا. هو احنا تم ترشيحنا عن طريق وزاره الشباب والرياضه من ادارات مختلفه، وتم عقد العديد من الانترفيوز او المقابلات لاختبارات اللغه والمعلومات العامه والدرايه بالاحداث الدوليه اللي بتحصل في الوقت اللي هيبقى فيه المهرجان بينعقد. وتم اختيار أربعة مشاركين ممثلين عن الشباب المصري زائد رئيس الوفد دكتور سامي عمار المشرف علينا، وكان معانا معاون الوزير دكتور يوسف الورداني واستاذ محمد الشاذلي. فكان في ناس من الوزارة، كوادر من الوزارة زائد الشباب الممثل لمصر. تم اختيارنا بناء على المجالات المختلفة اللي بيشملها المهرجان، سواء الإعلام سواء التنمية سواء المجتمع المدني. فعلى أساس كده تم اختيارنا عشان نكون ممثلين للأفكار، أفكار الشباب المصري اللي بيطرح حاليا. على انت بتدرسي ايه اصلا يا يارا؟ انا خلصت إعلام. شكلك صغير خالص. خلصت اعلام وبشتغل دلوقتي مسؤوله الاعلام والتسويق في احد المنظمات الدوليه. كويس جدا. وانت هو نفس الموضوع بالظبط يعني. هي احنا بقالنا فتره كبيره جدا فوق الاربع سنين، انا عامه ما كنتش اعرف المجموعه اللي معايا خالص، فوق الاربع وخمس سنين يعني، وعمرنا كلها متفاوته. بنشتغل مع ادارات مختلفة جوه الوزارة، ترشحنا بعد كده اتعمل لنا انترفيو في الاول للانجليش بتاعنا، للثقافة عن اوروبا عموما مش روسيا بس، وبعد كده طلعنا الانترفيو اخر، وبعد كده اخر انترفيو مع المدير التنفيذي وزارة الشباب والرياضة. وهو احنا كنا 100 وشوية متقدم من جميع المحافظات بصراحة. متقدم ولا يعني مرشح ولا انت بتتكلم على المشاركين هناك؟ لا لا لا، هنا طيب في مصر. مش بتقولي تم ترشيح؟ ايوه، ما هو متقدم من الادارات، من الادارات بترشح مرشحين يعني. تمام. يعني بنقول متقدمين. فهم دولت طلعوا الانترفيو عشان اختلف يا عمر. فدول اللي طلعوا الانترفيو مع المدير التنفيذي لوزاره الشباب والرياضه، وتم اختيارنا في شهر 3 اللي فات، وسافرنا لسه راجعين ما بقناش اسبوع. ايه خلفيتك اصلا او دراستك ايه؟ انا بدرس، انا اخر سنه ليا في اعلام السنه دي. كلكم اعلام ان شاء الله. مش كلنا بس يعني حظكم جه في البتوع يعني. هي الفكره كلها ان انا بقالي 3 سنين شغال في حاجه تخص التنميه، مؤسسه دوليه اسمها Population Council، دي تبع اليوس ايد هنا في مصر. بتشتغل على التنميه وتطوير التعليم وحقوق المراه. وعندي مبادره بتهدف لتطوير التعليم برضه، بس دي شغال مع وزاره الشباب والرياضه من وانا في ثانيه ثانوي، عاملين المبادره دي مع وزاره الشباب والرياضه. والحمد لله ان المؤتمر ده بتاع اللي هي مبادره او بي ام، اللي هي او بي ام.
دي مسؤوله عن تاهيل شباب الثانويه العامه ان هو يخش الجامعه. وبعد ما يخلصوا امتحانات الثانويه العامه بنعمل لهم كونفرنس في اكبر قاعه في اي محافظه احنا الحمد لله بنخش فيها. وبيكون الوزاره معانا بتيسر لنا الامور دي. وبالتالي الطالب بيجي يحضر مثلا حضرتك مثلا خريج كليه اعلام او دكتور في كليه اعلام بتيجي تدي السيشن بتاعتك للطلبه بتعرفهم الكليه بتدرس فيها ايه الكلام ده كله. ودي كانت نقطه اللي احنا عرضناها عامه برضو في روسيا يعني في النقاش بقول لحضرتك عليها. طيب طب يعني عايز اعرف منكم برضو عشان الناس تبقى معانا ايه هو مهرجان العام الشباب في روسيا؟ ايه اهميته؟ يعني عشان برضو انا عارفين ان هو مهرجان يمكن ليه اصل خلينا نقول عريق لانه بقى له سنوات طويله جدا. بس لو انتوا تدونا فكره اكتر ايه هو المهرجان الشباب في العالم؟ هو المهرجان حصل بعد الحرب العالميه الثانيه قرروا ان هم هيعملوا مهرجان ضد الامبرياليه ولنشر ثقافه العدل والمساواه بين الشعوب. فقرروا ان هم هيجمعوا كل الشباب من حوالين العالم عشان يناقشوا اهم القضايا الضاغطه على العالم. والمهرجان بيحصل كل 4 سنين في دوله مختلفه ودي كانت ثالث مره روسيا تستضيفهم. بصفه عامه المهرجان كان فيه 25,000 مشارك و5,000 متطوع فكان بحجم كبير جدا. شارك في 189 دوله. كل دولة كانت بعتة زي وفد ممثل عن من كل طوائف الشعب ومن كل الفئات الشبابية يعني سواء شباب الأحزاب. يعني احنا كان معانا وفد مصري آخر مش آخر يعني هو احنا نفس الوفد بس بيمثل حاجات تانية. يعني احنا ممثلين لوزارة الشباب والرياضة في شباب الأحزاب كانوا متواجدين في شباب مستقلين في شباب كان عددكم كام مصريين تحديدا؟ كان 102 مصري بالظبط. متخيلين بقى لو العدد ده من كل دوله فكان 25,000 مشترك. المهرجان كان مقسم الى عده محاور منها محور الاعلام الجديد اللي انا كنت مهتمه بيه ومحور التنميه اللي كان زميلي عمر برضو بيتناقش وبيتحاور فيه ومحاور عديده عن الطاقه النوويه وعن الطيران وعن يعني التوبكس او المواضيع اللي بتشغل بال الشباب هم كانوا عاملين بس كان في تركيز كبير على الحاجات اللي بتشغل الشعب الروسي وان هم عايزين يعرفوا العالم بيفكر فيها ازاي كتبادل للخبرات وتبادل للثقافات. طيب انتوا اكيد انا ما اعرفش حضرتوا ولا لا مؤتمرات الشباب اللي كانت في مصر بس حضرتوا قبل كده حاجه كويس جدا وحضرتي بره فعايزه اعرف انت مقارنه مش بقول احسن واوحش عشان نبعد بس عن الجزئيه دي مش بتاعتنا خالص. عايزين نعرف الفرق يعني ايه المهم يعني ايه اللي دار هنا ممكن احنا نعمله هنا ايه اللي عندنا مثلا ما يعني عايزين نفهم الشكل العام ثراء الافكار يعني انه والشموليه انه في افكار كتير جدا بتناقش مش شرط تبقى بتخص المصريين بس كويس جدا ان احنا نبقى بنطرحها وبنبقى عندنا فكره عنها. يعني مثلا انا الحاجات اللي كنت بحضرها في مجال الاعلام هي هم تقدم تكنولوجي يعني في فجوه ما بيننا بس مش مشكله خالص ان احنا نبقى عارفين ايه اللي بيحصل بره بحيث ان احنا نحاول نطبقه بصوره او باخرى هنا او في الوطن العربي مش شرط في مصر في الوطن العربي بشكل او باخر. فانا حاسه انه احنا محتاجين يبقى فيه زي حوار واعتقد منتدى شباب العالم هيبقى بيطرح الافكار دي وهيبقى فيه حوار اخر مع ثقافات من بره فهنبقى عارفين نتبنى افكار جديده ويبقى زي فيه خصوصا يا رب فريش بلاد او جد كمان فكره ان هو ظهر في منتدى شباب العالم لما نزلوا البرنامج في محاور زادت زي المحاور اللي كانت موجوده في سوتشي يعني وده يدل ان هو الناس بتسعى ان هي تعمل يعني مثلا عندنا في البرنامج هيكون في مناقشه للقضايا مثلا الهجره غير الشرعيه وتاثيرها على الشباب هيكون برضو تحديات الشباب الاقتصاديه هيكون في مثلا الحاجات يعني برضو التكنولوجي وقضايا عالميه برضو ده برضو شاركتوا احنا شاركنا فيه هناك بالظبط يعني انت استفدت يعني انت أنا شاركت في الندوات مثلا او الورش او ايه عاد عليك بشكل استفاده الموضوع اولا كاستفاده يعني اول نقطه احنا استفدناها كان في ثقافات مختلفه تماما عن اللي احنا بنشوفها على السوشيال ميديا يعني السوشيال ميديا يمكن مثلا تواصل مع زميل ليك من بره مصر او في اي دوله من دول العالم يمكن الموضوع بيبقى صوري يعني لا الموضوع هناك انت عرفت ثقافه البني ادم اللي قدامك ده بلدهم بتتكلم عن ايه بيعملوا ايه اللي هم ضعفة فيه ايه اللي هم متقدمين فيه في دول كتيره جدا احنا ما نسمعش اساميها بتعمل عمليه كبيره جدا في تطوير للتعليم بتاعهم وفي افريقيا تمام دي حاجات فادتني على المستوى الشخصي ان انا ما كنتش اسمع عن الناس دي وكان في تجارب كويسه جدا حصلت
وكان في تجارب كمان من الجمعيات الاهليه والمؤسسات اللي هي ملهاش علاقه بالحكومه، كانت هي بتقدر ان هي تنمي لحد ما المجتمع اصبح بيتعاون هو والحكومه ان هم يعملوا حاجه كويسه للبلد بتاعتهم. وده حصل تقريبا في غينيا تاني نقطة، الورش العمل كانت فعلا فيها معلومات كبيرة جدا لأي حد مهتم بأي مجال عموما، لأن هو كانوا بيجيبوا أبرز الناس على مستوى العالم اللي تدي السيشن دي، اللي يدي الوركشوب ده، فكان في تبادل أفكار كويسة جدا. لو حضرتك مثلا مهتم بمجال الميديا، فهتلاقي الناس كل اللي قاعدين معاك فاهمين في موضوع الميديا، في فكرة هنا فكرة هنا، فكرة اتنفذت، فكرة ليها نتائج كويسة. فيمكن النقطة دي هتأثر علينا إن شاء الله في الفترة المقبلة في اي حاجه هنعملها ان شاء الله في مصر بتعاون مع الوزاره باذن الله. فان شاء الله الافكار دي احنا لازم ننفذها هنا في مصر على ارض الواقع، لان هي افكار كتير جدا. حلو جدا. طيب انتوا قابلتوا ناس من جنسيات مختلفه كتيره، حديثهم عن مصر معاكوا كان ايه ابرز الحاجات اللي كانوا بيسالوا عنها؟ جاوبتوهم ازاي؟ ده مهم، انا هسالكم السؤال ده كل واحد فيكم عشان عايزه اعرف. هو بصراحه كان مبهر بصوره انا ما كنتش متوقعاها، يعني انه الناس عندها رد فعل ايجابي بطريقه مش طبيعيه. ايه ده، انتوا من مصر بجد؟ طب انتوا، احنا كلنا مستنيين نيجي مصر، وخصوصا الروسيين يا اما نصهم يا اما جه مصر ونص تاني نفسه يجي مصر. فرد الفعل كان ايجابي بشكل كبير جدا. توقعنا، احنا كمان كنا بندعو لمؤتمر لمنتدى شباب العالم، يعني كنا بنعمل زي حمله ترويجيه، ومشكورين هم كانوا باعتين معانا فلايرز او مواد دعائيه كتير جدا عشان نبدا نروج للمهرجان، والناس كانت منبهر او ما عندهاش فكره انه في حاجه زي كده بالحجم ده. هتروحي المهرجان الجاي ده؟ هو لم يوجه لينا دعوه رسميه بعد، بس يعني نتمنى انه في غضون الفتره اللي جايه يبقى في حاجه. تمام. المنتدى هيكون ليه اكتر من دوره واكتر، يعني يعني احنا الموضوع عندنا بقى اصبح بالظبط، احنا كده كده سفراء لبلدنا ايا كان الوضع، يعني ايا كان موجودين مش موجودين، وعارفين عن الحضاره، عارفين عن الشارع المصري دلوقتي، الناس اللي حتى ما جاتش، يعني هما يعني عندهم طبعا تخوفات، الاعلام مروج شويه افكار بقى. بس ده مش مانعهم ان هم يبقى عندهم فكره ان هم يجوا مصر، او النيه ان هم يجوا مصر، او يعني هم حابين البلد وحابين الشعب وبيسمعوا كتير قوي حاجات ايجابيه عن الشعب وعن البلد، فنفسهم يجوا. حتى لما لقوا فرصه زي منتدى شباب العالم، طب ايه ده، احنا ممكن نيجي ونعرض افكارنا ونزور البلد ونشوف دلوقتي الاوضاع شكلها عامل ازاي. هم بيحبوا شرم الشيخ كمان قوي قوي قوي. شرم الشيخ وسوتشي منتجع برضه سياحي، هي شبه شرم الشيخ يعني على سكيل اكبر شويه بس يعني. هو انت يا عمر كان ايه مين للتوبكس او المواضيع اللي كانوا بيسالوك عنها، بيتناقشوا معاك ايه عن مصر؟ هو كانت فكرتهم في مصر، يعني كان في فكرتين، في ناس زي ما يارا قالت عارفه كل حاجه عن مصر، وفي حاجه تقول الله، هو انتوا من مصر، هو انتوا عندكم ناس بتشتغل وناس بتطور من نفسها وانتوا بتمثلوا بلدكم؟ يعني احنا كنا متفقين على نقطه معينه، احنا مش طالعين نعمل تمثيل مشرف، احنا طالعين ان كل واحد يبرز دوره في المجال اللي هو رايح هيشتغل عليه ومسافر عشانه، وبالتالي الناس دي هتعرف بلدك اكتر وتعرفك انت اكتر. فكان في نقطه من الناس، كان الناس كثيره فعلا يقول لك اذا انتوا عندكم ناس بتدي برزنتيشنز وناس، هو فاكريننا ايه بالظبط؟ لا لا بجد في ناس، لا 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 دي مشكله كبيره على فكره، لما لسه في ناس فاكره كده عن مصريين. ايوه كان في جزء ناس من كده، لان هم في ناس يعني الناس ده عيب عندهم، ان هم عندهم معلومات ان اي حد في افريقيا ده دول لسه بالجمل لسه ستيريوتايب. لا هم يعني لما كانوا بيشوفوا اشكالنا، ايه ده هو انتوا مصريين؟ انتوا عندكم ناس بيضاء وكده؟ انت شكلك روسي، ده موضوع تاني يعني. انت شبههم فعلا. فالنقطه الثانيه اللي هي النقطه الخاصه بالسياحه، يعني فعلا انا مثلا 75% من الناس اللي قابلتهم يروحوا الغردقه وشرم الشيخ، والباقي عايز يجي شرم الشيخ. وكمان كانت بالنسبه لهم فرصه المنتدى كانت كويسه، وخصوصا كان في عدد كبير جدا ملا في الجناح المصري هناك في المهرجان الفورم بتاعه المنتدى، وفي فعلا منهم ناس متعرفه عليهم جايين فعلا جايه. على الاقل يمكن اهميه المشاركات في حاجات طبعا زي دي، وعلى الاقل كسر الصور النمطيه التقليديه عنا كشعب، يعني برضو لسه الناس في دماغها. خصوصا انت حضرتك بتوفر بقى فكره الاعلانات، يعني هم بيشوفوا على ارض الواقع، زي ما انت بتشوفهم برضو على ارض الواقع، هم بيشوفوا الناس المصريين دول بيعملوا ايه على ارض الواقع في غير مجال السياحه وفي غير مجالات مختلفه. لا ده في ناس بتشتغل وبتعمل والكلام ده كله. انا عايز اسالك، طبعا انت التقيتي او كنت ضمن الوفد اللي التقى بالرئيس فلاديمير بوتين. فلاديمير بوتين طبعا شخصيه يعني عملت نقله اسطوريه
خلينا نقول في روسيا وشخصية مثيرة للجدل دائما يعني احكي لي عن اللقاء ده شوية وانطباعاتك عنه ايه واللي اتكلمتوا فيه. هو كان لقاء مفاجئ بصراحة يعني احنا ما كناش عارفين، احنا كنا عارفين انه هي رئيس روسي فلاديمير بوتين هيبقى متواجد في الافتتاح وفي الختام، بس تفاجئنا انه هو تقريبا عينه على كل احداث المهرجان ومركز جدا مع الشباب المشارك. تم اختياري الاول للقاء ده بناء على اشتراكي في محور الاعلام الجديد او النيو ميديا، وكنت المشاركه المصريه الوحيده فيه، وما كانوش متخيلين انه في حد مهتم اصلا بفكره النيو ميديا وهم شايفيننا كعرب ازاي او كمصريين ازاي. لما عندنا ثورات قامت على النيو ميديا على فكره دي تبقى مشكلتهم هم يعني مش دي بقى مش شرط فعلا المشكله تبقى من عندنا. وبالفعل ما كانش في ترجمه، كان بالروسي فقط، فكان في زي مترجمه كده بقعدها جنبي يعني اشرحي لي بس بيقولوا ايه والكلام ده كله. فعلى نهايه المهرجان تم اختياري، بعتوا لي رساله قالوا لي انت من اهم المشاركين في هذا المحور، وهنكون حابين جدا لو حضرتي اللقاء المغلق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. هو يعني احنا اخترنا 40 مشارك من المهرجان من 25000 مشارك. طب اتكلمتوا في ايه؟ تناول بقى هو شخصيته كانت عامله ازاي معاك يعني. كاريزما مش طبيعية فعلا يعني كاريزما وبيشد الانتباه بطريقة مش متوقعة لدرجة انا ما كنتش متوقعة ان هو هيبقى كده، كنت متوقعة هبقى قدام شخص صلب هيقول شوية كلام ويمشي. لا هو كان متفاعل جدا ومرح وبيحاول يعني يطرح افكار للشباب ووجه نصيحة في الاخر للشباب المشارك وقال انتوا بتمثلوا هنا اوطانكم وكل حد فيكم ممثل لشعبه ولوطنه. وانا شايف انه في محاور المهرجان تناولتوا مواضيع كتيرة ليها علاقة بالتكنولوجيا والاعلام الجديد، انا بس مش عايزكم تنسوا مبادئكم وتنسوا ان انتوا في النهاية لازم تبقوا يعني مرتبطين بالمبادئ والافكار يعني تقاليد التقاليد بتاعت كل شعب فيكم، ما تتخلوش التكنولوجيا تاكلكم يعني. بس فكانت كلمه قويه غير متوقعه من الرئيس. قلت له سؤال او حاجه؟ لا هو ما تحدثش مع حد، هو يعني كان بيلقي، هو حصل في الاول عرض عام للافكار المطروحه في المهرجان وابرز المشاركات، ثم توجه الرئيس فلاديمير بوتين بالقاء الكلمه اللي انا قلت لكم عليها دي وبس، وشكر الجميع. انا شفت المنظر، كان قاعد في النص في كرسي وانتوا حواليه وكان المسافه قريبه جدا يعني كده. هو يعني قاعد وسطنا بالظبط يعني، هو ما كانش وكانت اعمار مختلفه. حلو ده، خلينا نطلع فاصل ونرجع هنكمل معاكم بس بعد الفاصل. فاصل سريع ونرجع. ما زلنا مع حضراتكم نتكلم عن المهرجان العالمي للشباب اللي كان في روسيا، ومعانا اتنين من المصريين اللي كانوا حاضرين هذا المهرجان، وبنتكلم بقى معاهم نشوف المهرجان ده كان عامل ازاي وتفاصيل كمان اللي حصلت هناك. ويمكن في الفاصل كانوا بيحكوا لنا على حاجات مهمه، فانا عايزه اسمعها بقى على الهوا. يعني انتوا بتقولوا كان الاستقبال بشكل معين، يعني خليني بدل ما انا اقعد احكي اسمع منكم. هو يعني هو مين كان بيحكي قبل الفاصل؟ عمر. انا طيب هم بدايه من المطار وهو في استقبال من المتطوعين هناك، استقبال حافل جدا باي بلد بتنزل على ارض المطار. يعني الشباب بيستقبلوا الشباب الروسي بيستقبل الشباب العالم. اوكي. كان في جزئين، اول جزء اللي هو الشباب اللي مشاركه قبل من اول يوم 14، كانت دي واصله مثلا من يوم 12 وكانوا بيروحوا، كان كل محافظه او كل مدينه في روسيا بتتباهى بقى بالخبرات اللي عندها، بالحاجات اللي عندها، بالعادات اللي عندها، وكل محافظ وكل هيئه موجوده في المدينه دي بتستقبل الشباب المشارك. وكان الموضوع بالنسبه لنا كان يعني كان جميل جدا، لان كان كل مدينه بتتنافس مع الثانيه ان هي تبرز دور كل مدينه وعاداتها ومثلا اهم المعالم اللي موجوده. لما سافرنا في روسيا اللي هي لقاء مع طب وبتروحوا مثلا يعني جزء الاستضاف الوفد المصري، رحتوا قعدتوا في فندق معين، كانت المدينه دي بتمتاز مثلا زي ما كنت بتدي اكزامبل الصناعه فبيودوكوا المصانع تشوفوها. وخصوصا كمان كان في كمان موضوع جميل جدا، كان لما نزلنا سوتشي اصلا الاوتيل بتاع المصريين هناك كان معينين اتنين من الروس هم المشرفين علينا من الشباب،
يعني شباب مش مثلا مش ناس ليهم بوزيشن في البلد او كده، لا شباب جامعيين عاديين جدا هم اللي بيساعدوك في كل حاجه، وبيتحدثوا العربيه بطلاقه. بيتحدثوا العربيه بطلاقه فعلا بالظبط. وكان كل ما انت يعني انت النهارده مثلا هو كان الاوتيل مثلا على الشمال، وكان الناحيه الثانيه منه الاولمبيك بارك اللي هي الساحه الكبيره اللي كان بيتعقد فيها كل الفعاليات الخاصه بالمهرجان ده. كانت صوره في الحفل بعد الحفل اختم. وكان عندكم كمان زي يوني فور اللي هو الاصفر في ده لكل ده كل شعب لكل دول. هم كانوا عاملين لنا ويلكم باك كده فيها كل حاجه، فيها موبايل فون يعني موبايلات، فيها يونيفورم لكذا يوم. خدتوا الموبايل بعد ما خلصتوا؟ وسام كورت 16 جيجا. طب عظيم جدا. ما هو عليه لوجو المهرجان يعني. هو نقدم بقى 16 جيجا. الايدج لغايه فين؟ يعني المينيمم والماكسيمم؟ المينيمم 18 والماكسيمم 35. بس كان في شخصيات عامه، ففي اكسبشنز يعني بتعدي السن لكل وفد. لكل وفد عدد معين. اوكي. ممكن طيب يعني انتوا برضو حضرتوا ورك شوبس هناك، وكل واحد طبعا على حسب تخصصه مثلا كده. هل انت مثلا يا عمر كان في مثلا اتفاقات او حاجه مثلا على ان يكون في تعاون مشترك في حاجه او نقل خبره معينه؟ هي دي كانت مسؤوليه رئاسه الوفد بالنسبه لنا. يعني كان رئيس الوفد هو كانت دي مسؤوليته، ان هو يتم التعاون بعد كده في اي كونفرنس خاصه بالمجالات المختلفه. وعامه حاليا في جروب مجمع كل الشباب اللي كانت مشتركه من حول العالم، وفعلا كمان القائمين على المهرجان بيبعتوا لنا ميلز مثلا باي كونفرنس بيتعقد حتى في دول مجاوره ليهم، بحيث ان انت ممكن تشارك فيه في المجال اللي انت كنت محدده. اوكي. واخد بال حضرتك؟ بس وكان في بقى عرض شامل في كل الورك شوبس والكونفرنس ما بين الدول وبعضها. كل دوله بتعرض، يعني عمر مثلا ويارا بيتكلموا مثلا عن التنميه، فبيعرضوا طب احنا عملنا ايه قبل كده في مصر؟ وايه اللي احنا نفسنا نعمله؟ وكل دوله تقول عملت ايه؟ احنا عرضنا عن فكره تطوير التعليم في الصعيد وتفعيل البرامج الخاصه بالبرامج التطوعيه، لان كان الصعيد الفتره اللي فاتت كان ما فيهاش يعني الجامعات عموما والمدارس ما فيهاش تفعيل للدور ده. فكنا عملنا كونفرنس من سنتين وما زال الكونفرنس ده مستمر معانا، والحمد لله يعني حققنا نجاحات كويسه جدا، حتى هم ابهروا جدا، وكان فيهم ناس عارفين الصعيد وعارفين كل الكلام ده. وتم اختيارنا بقى في الاخر ان احنا نتكلم في الكلمه في الختام، وده كنا تقريبا المصري الوحيد او العربي الوحيد اللي كان طلع في فيديو الختام، هو انا كنت انا يعني. واديت كلمه هناك. اديت كلمه اولا عن الخطه بتاعتنا، وكلمه عن روسيا. وكلمه عن روسيا. قلت ايه عن روسيا؟ انا قلت عن روسيا جميله جدا. ده الكلمه اللي انا قلتها. كانت جميلة جدا. جميلة من أي شكل يعني. لا لا أسئلة محرجة، أسئلة محرجة. يعني ما قلتلهمش احنا جايين عندكم السنة الجاية بقى. لا ده احنا عملنا عليهم. شوف بيفكر في ايه والله. حاجة غريبة. لا انتوا اللي تفكروا، انا ما قلتش حاجة. غريبة. ماشي. يارا قولي لي برضو ايه الأفكار اللي طلعتي بيها، أو ايه مثلا المشروع اللي قلتي هتشتغلي عليه، أو لو في تعاون هيتم هناك؟ اكيد برضو بيبقى الواحد في مخيلته انه تحطي مثلا برضو خطه للمستقبل برضو. استفيد ازاي من انا شفت تجربه لطيفه جدا، هي تجربه ادماج التكنولوجيا في الاعلام، واستخدام مثلا تقنيات زي 360 او 360 درجه في التغطيه الاخباريه، وده بيعطي مصداقيه اكتر للحدث والحاجات دي كلها. فكنت حاسه انه هي تبقى تجربه لطيفه جدا لو احنا حاولنا نتبناها، يعني حتى لو في تجربه بايلوت كده في احد القنوات الاخباريه المصريه. هيبقى بتتم دلوقتي على ويب سايتس برضو يعني. هتبقى طفره كبيره جدا. مش متاخرين قوي في الاعلام ان شاء الله. الا الاعلام. لا ما نقدرش. فدي كانت من التجارب المميزه جدا، انه ورؤيتهم كمان للعالم العربي وتغطيه الاخبار، وهم اكيد بيواجهوا تحديات معينه سواء في التغطيه في مناطق الحروب والمناطق اللي فيها مناوشات. ف
فكنا بنتناقش انه الوضع كده مش في كل، يعني كنت بحاول ادي لهم صوره ان الوضع كده مش في مصر كلها او في الوطن العربي كله، لا هي بعض المناطق. طبعا بيسمعوا سوريا 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 على طول بالظبط، فهم حاسين انه دايما سوريا دي ما ينفعش تتدخل يعني. فكنا كان معانا وفد سوري ممثل للطيارات لجميع الطيارات اعتقد، وكانوا بيتناقشوا انه احنا عايشين في البلد، احنا دمشق، احنا جايين من دمشق، احنا جايين وبنمثل بلدنا، البلد مش منتهيه طبعا. فكان في تواجد كبير جدا من الوطن العربي، من الشباب العربي بشكل كبير يعني. ده كلام محترم، للاسف الوقت خلص، بس انتوا نورتونا عمر ويارا، يعني بنشكر وجودكم معانا وعايزين نشوفكم ان شاء الله تاني، ويكون في بقى حاجات جديده انتوا عملتوها على ارض الواقع. انا يعني بالخبرات اللي عندي دي واللي احنا سمعناه منكم، اعتقد انتوا ممكن تكونوا فعلا من الشباب اللي بيبني في مصر اللي احنا محتاجينه. فنورتونا، شكرا. نورتونا ونشكركم، شكرا جزيلا. هنروح حضراتكم لفاصل، بعد الفاصل فقره مهمه بقى. فقره ما احنا خدنا على الشتاء، ويمكن برضو بما ان احنا في نهايه الويك اند ففقره لطيفه كده، احنا دخلنا على الشتاء ومعظمنا يعني بيزود شويه او خلينا نقول بيعك احيانا في الاكل، فازاي نغير عاداتنا الغذائيه في فصل الشتاء؟ هيكون معانا دكتوره مها ربنيس اخصائيه تغذيه وعلاجيه بعد الفاصل.